أول شيء بذكر أن البيادر اللي هي ساحة الآثار هاي كانت ينحط فيها الحصيدة لكل عائلة يكونوا يحطوا وكانت تسمى البيادر وكل يجي يحصدوا فيها على الحمير والحصان ويحطوا لوح الدراس وإحنا كنا صغار ونروح نركب على لوح الدراس وهم كانوا يحطوا ثقل فيقبلوا يحطونا ونقعد يزيحوا فينا وكانت تعبة اللعبة المفضلة عندنا. في الذاكرة الثانية لندن اللي هي منطقة البلدية والساحة كانت هي حاوز يجين الستات على الجرار يملين عروسهن في الجرار واللي بحدها البلدية كانت اسمها الجابية اللي يجي الدواب يشربين منه وكانت ينزل المي الإضافية ويوجوها الناس يسكوا فيها وكانت المي هذه بدي أنتقل بس شديد تيجي من نبي هارون. نبي هارون تاريخي وأثري وكان عليه برضو أسطورة وكانت هاي حكت لي يا ستي إنه الرومان جابوا المي من هارون بواسطة الفخار اللي هي بنسبة السقوط والرجوع وبتقول لي طبعا هاي أسطورة بحطها كوسين إنه لما الملكة هيلاني جابت الماء لسباستية أجا واحد قال جابها الله وجدت فهيلاني احتجت قالت له أنا اللي جبتها فالله رجعها الماء. هذه الأسطورة وهذه ترتبط مع الآبار الكثيرة في سباستية البير الأبيار تلك في سباستية وين ما يكون في بير وين ما تحفر بير. أنا كان سميح مسعود كاتب من برقة وهو إنسان مثقف كتب كتاب وحيفة برقة اللي حكى عنه والبحث عن الجذور قرأت الكتاب أنا وهو صديق الكتاب مكثف فيه عن سباستية وهي فعلا أنت تحكي لك أنه المكان هون ليس سباستية وبرقة وما بعض فيش واحد عندنا إلا إله ذكريات بأهله بوادي الشامي المشترك بقدا بنسب بابنه بأخوه إلا مع وادي الشامي وهذا بحكي سميع بحكي كيف وادي الشامي أجا عند قراطه الشاعر عبد الهادي قال له هيك طلع شاف المشمش. هاي الذكريات المتتالية هي في مكان واحد نحن تعايشنا فيه. بحكي عن معصرة القديمة كانت عند مصلح جبر وهي أقدم واحدة أذكرها كانت يعني منتجة ما كان فيها فرازات كان يعصر ويحط بالزيت بالبراميل ويصير الزيت يقفز ويجي الأهالي يأخذوا زيتهم كل يومين. كانت برقة تشتهر بتربية المواشي والزراعة وتشجير الشجرة الحلوة والزيتون وكان فيها سوق تجاري مكتظ بالسكان تتزاحم عليه جميع القرى تجيب حاجاتها كلها تنباع في برقة. المسجد هذا احنا قديم بنعرفه وبنعرفه بكاش بالشكل هذا كان صغير وهاي كلها الساحات كلياتها كانوا يستغلوها للبيع والمشترى وكان خان في قلب باب الجامع من غربه جمال تكيل في بابه تفسخ الحمال هناك. كثير من الناس اللي كانوا يفاتحين محلات تجارية باب الجامع هم نفسهم كان لهم محلات تجارية في حيفا. احنا كان عندنا اربع معاصر انا لحقتها لانه واحدة منهم كانت يعني مجاورة لنا كانوا يجوا ناس من الجديدة بس قسم منهم على الجمال القريبين بس اهل الجديدة والسيلي والجبع كانوا يجوا يدرسوا عندنا واحيانا يقعدوا عشر أيام لا يجيهم الدور لأنه بتعرفوا أنتوا كانت المعاصر زمان بطيئة. حتى في عندنا معصرة اسمها ظهر البد منطقة بسموها ظهر البد. شو معناه ظهر البد؟ كان سطح المعصرة أو البد هو ناس يلتقوا فيه اختيارية ويقعدوا عليه المسعودية كانت مجمع لأهالي المنطقة كلياتها اللي بده يطلع على حيفا على الناصري ينتظر القطار حتى يجي ويطلع معه كل واحد يطلع على وظيفته على شغله من عن طريق القطار في المسعودية الانتظار في المسعودية بكى لكل موجودين المنطقة كل قرى المنطقة مش بس لبركة لكل المنطقة كلها اللي بده يطلع على حيفا من عصيرة من سباستي من الناقورة بده يطلع على شغله يطيح ينتظر القطار في المسعودية. في بكى مطحني طاحوني على المية كان في
خمس مطاحن على مية عين الدلبي والكصبية وفوار بيت مريم. وفي أخرى محطة مطحنة ثانية في المشعودية، مطحنة الدار مشعود، كانت أكبر مطحنة هي اللي تشتغل. حياة ستي الله يرحمها قالت إحنا قطف نظرة ودكيته ونظفته يعني بشهر ثمانية والمية طايحة، قالت طحنت الذرة وروحتها مطحونة على راسي من المسعودية على البركة. هاي بتكون ساحة بوقفوا عليها الركاب، هذه كانت لاحظين زي حفرة، هاي كانت لصيانة القطار، كان يوقف عليها القطار يعملوا له صيانة، يفحصوا الزيت يعملوا له صيانة، وهنا أو على هاي الجهة من شيء كانت أعلى. نعم هاي الحجر كانت أعلى، هاي يعني يطلعوا منها عليها الركاب. طبعا المبنى الكبير اللي مكتوب عليه المسعودية هو كان إدارة، كان للإدارة يعني للإدارة، كان منه جزء زي منامة، أو مثلا إذا كانت الدنيا شتاء أثناء الانتظار الناس يفوتوا في الصالة. في مدرسة بورقة للبنات في صفين، أول ما بتفوتوا صفين حجر لحالهم، كل هاي هي المدرسة كلها، كان فيها إذا مبين بهذا صفين لحالهم حجر، أول ما بتفوت على الساحة بتعرفهم عناية، كانوا هاي المدرسة. أنا إلي أخت كبيرة من مواليد 44 يعني عمرها 71 سنة، هي درست للصف السادس في البلد. أنا أبوي من مواليد 1912 درس، قال لي درسنا وإحنا صغار أول فترة وهي نسيناها بمضاف الدار سيف، كان في إشي اسمه عندنا في البلد المضافات، كل عيلة إلها مضافة، وكان من أشهرها المضافة لدار سيف، وهذه ما زال مكانها موجود، هي مهدومة. قال بعدين انتقلنا للعقد، فأبوي من مواليد 12 قرأ في العقد، يعني بده يكون هذا الحكي بسنة 1920 1921 22 لأنه أبوي قرأ للصف الخامس. طبعا في كل قرية يا جماعة في شيء دائما اسمه الساحة أو البيدر، يعني مثلا عندنا احنا في الحارة كان اسمه البيدر. ليش اسمه البيدر؟ اسمه البيدر لأنه كانوا بالأساس يجيبوا عليه الغلال بالصيف، وكل ناس إلهم حصة يعملوا عليه يدرسوا عليه القمح، ويكون كوام التبن بعدين مبيني هذا الكوم لدار الفلام. طبعا لما كانوا الناس يجيبوا عملية دراسة القمح كانت تستمر أحيانا شهرين، فالبيادر يصير مكان للسمر، يعني بدهم يحرسوه بالليل. هلا وين البيدر هذا؟ البيادر موجود في كل حال. برقة القديمة، إذا أنت بتفوت على برقة في لفة شارع من الساحة وبدور ترجع الساحة، البلد القديمة كانت هاي جوا الشارع، وهاي بالمناسبة الآن هي مش داخلة في الطابو، هي الوحيدة اللي بسموها جذر البلد مسجلة في المالية. فالبيادر كانت على طرفها تكون، واللي كان يروح يبعد شوي يستغربوا الناس انه بنى ابعد، طلع ابعد من البلد.